السوشيال ميديا أصبحت محط أنظار واهتمام الكثيرين والكثيرين جدا جدا في الوسط الكروي، بنتكلم على الوسط بتاعنا، سواء على مستوى اللاعبين أو على مستوى الأجهزة الفنية أو على مستوى إدارات الأندية. مدى تأثير السوشيال ميديا والمستقبل فيما يتعلق بهذا الأمر؟ سعدنا يكون معانا اثنين من النقاد الكبار، محمد عراقي مساء الأنوار. مساء الفل يا كابتن مدحت. اهلا وسهلا طبعا مع حضرتك، وبجد يعني بقالي كتير كنت وحشني جدا. انت كمان واحد فعلا بيتشرف بوجوده مع حضرتك يعني. يا رب يخليه. استاذ محمد البنا مساء الانوار. مساء الانوار يا كابتن مدحت، سعيد اللي انا موجود معاك، وان شاء الله نقدم ماده كويسه للمشاهدين بإذن. احنا مذاكرين السوشيال ميديا؟ احنا ما قدمناش غير السوشيال ميديا. احنا ما عندناش غير السوشيال ميديا. طيب خلينا نخش في الموضوع على طول. ابدا بيك يا استاذ عراقي، يعني هل بتعتبر انه السوشيال ميديا اصبحت بديل عن تواجد الجماهير في المدرجات؟ بص يا كابتن مدحت، هو خلاص بقت السوشيال ميديا هي المنفذ، يعني دلوقتي ما فيش جمهور، فبالتالي الجمهور مش موجود، بيتابع كل المباريات من قدام شاشه التلفاز، فما فيش قدامه حاجه يقدر يعبر بيها غير السوشيال ميديا. ما فيش طريقه تواصل مع اللعيبه، ما فيش طريقه تواصل مع الانديه، ما فيش طريقه تواصل مع حتى زملائهم من باقي الجماهير الا السوشيال ميديا. يعني تقصد تقول ان الرسائل كلها كانت بتبقى في الملعب لما طبعاً كان عايزين يوصلوا رساله؟ طبعا لو تفتكر لما يعني طبعا دي حاجه لما كنا عايشينها والجماهير في المدرجات، اي رسائل كانت الجمهور على طول بيجيب لافتات، يتكلم اللعيبه، التشجيع بتاعهم، الكلام بتاعهم، كان بيقدروا يوصلوا ده عن طريق المدرجات وهم موجودين في المدرجات. ما بقاش طبعا ده موجود بسبب طبعا الازمات الاخيره وكده، فبالتالي السوشيال ميديا بقت هي البديل الطبيعي لموضوع ازاي الجمهور يعني يطلع رايه في اللعيبه. يعني دلوقتي مثلا يقول لك اللعيب الفلاني مثلا، وهناخد مثلا مثال حسين الشحات مثلا. حسين الشحات لعيب بيتعرض لانتقادات كبيره جدا. الانتقادات دي فين؟ في الملعب؟ مفيش في الملعب، مفيش جمهور في الملعب. الانتقادات دي على السوشيال ميديا. طب الناس بتحسبها ازاي؟ بتحسبها من عدد البوستات، يعني زي ما بيقول فلان من جمهور شايف ان حسين الشحات مش كويس فيكتب فلان تاني. طبعا اكيد في ناس طبعا بتشوفه كويس او في ناس بتدعمه، بس على حسب بقى الدرجه. يعني ناس كتير بتهاجم فلان، خلاص يبقى فلان دوت الجمهور بيهاجمه. يبقى دي الموجه، كله يشتغل في الحته دي، كله خلاص ماشي في الحته ديت. فهو خلاص بقت اللعيبه كمان بقت تهتم بيها جدا. اللعيبه دلوقتي يا كابتن مدحت، لو حضرتك تاخد بالك، اي لعيب عايز يقول حاجه يطلع يكتب على صفحته على السوشيال ميديا، ويبقى فيها تحايل كمان. يعني ممكن مثلا الاهلي او الزمالك او الانديه الكبيره او اي نادي يبقى منع لعيبته من التحدث وسائل الاعلام. ممنوع يتكلم مثلا في وسائل الاعلام في الصحافه او في التلفزيون، بس هو يتحايل اللعيب ان هو يطلع مثلا على السوشيال ميديا يرد، زي ما حصل برده تاني. انا بحاول طبعا ادي لحضرتك امثله في الواقع. النهارده مثلا محمد ابراهيم تم استبعاده من منتخب مصر، فبالتالي هو المنفذ بتاعه ما طلعش وسائل الاعلام يتكلم، لا طلع على صفحته وقال لكم يا جماعه انا مصري، انا فين من اختياط المنتخب، وانا من مصر، انا وانا من مصر، انا مصري يعني. فده اهو يعني خلاص ما بقاش بقى طبعا ده لا يقلل من وسائل الاعلام سواء التلفزيون او الصحافه او كده، بس هو زي ما بيقولوا دي بتبقى اسرع، بيبقى تصريح على لسانه هو، بيبقى شايف مثلا ممكن ناديه مثلا محمد ابراهيم ممكن ناديه سيراميكا يكون مانع دلوقتي التصريحات، بس هو بقى خلاص متضايق جدا فعايز يقول تصريح. فده بيبقى زي تحايل. طب ده معناها انه لو الجماهير رجعت المدرجات هيتقلص دور السوشيال ميديا؟ لا يا كابتن مدحت، هو مش هيتقلص، بس هو هيبقى فيه جمهور حاجه موازيه. يعني دلوقتي السوشيال ميديا، يعني احنا دلوقتي طبعا، وبشكر حضرتك طبعا انك بتتكلم على موضوع السوشيال ميديا وبتبين تاثيرها، يمكن يعني مش ناس كتير بتقدر تبرز الظواهر اللي شبه كده، بس هتلاقي مثلا الجمهور في اتجاه تاني. يعني جمهور المدرجات ده على فكره غير جمهور السوشيال ميديا. يعني جمهور السوشيال ميديا ده ممكن يكونوا ناس مثلا شباب صغير، شباب لسه ما عندهمش خبرات كبيره. هتلاقي مثلا جمهور المدرجات ده ممكن جمهور مختلف، اللي هو سن ممكن يكون اكبر شويه او كده، فهتلاقي عقليتهم مختلفه وروابط وروابط طبعا ونظرتهم للكره مختلفه. فهتلاقي مثلا السوشيال ميديا مثلا بيهاجم فلان، ممكن تلاقي في الملعب فلان ده اكتر واحد الجمهور بيشيد بيه مثلا في الملعب. يعني ممكن هتلاقي بقى ساعتها، انا شايف ان هتلاقي فيه يعني ايه تناقضات كبيره. طيب هل استاذ البنا، هل زادت السوشيال ميديا من التعصب الكروي؟ اشرح لي. بص يا كابتن، السوشيال ميديا احنا كنا زمان بنقول عليها العالم الافتراضي، دلوقتي ما بقاش فيه عالم واقعي وعالم افتراضي، لان هو العالم الوحيد المتاح قدام المشجع دلوقتي هو عن طريق السوشيال ميديا. زي ما عراقي قال في كلامه ان ما كانش في منفذ تاني للمشجع غير السوشيال ميديا، فمن هنا بدا انتقل التشجيع من المدرجات للسوشيال ميديا بمميزاته وبعيوبه، بل بالعكس ان السوشيال ميديا بقت اجرأ. انت بتبقى في المدرج واقف وسط حشد جموع اعداد كبيره، هتقول اي كلمه للاعب، بتستخبى في الزحمه، بتبقى ممكن مخرج يوطي الصوت ما توصلش لحد، موضوع محلول. لكن انت قدام السوشيال ميديا، انت الكلمه اللي انت بتقولها هي بقت على الهواء، اسمك وشكلك، وتقدر توجهها بشكل مباشر
للاعب او المسؤول او النادي اللي انت عايز توجه له ليه الرساله بتاعتك. فبقى الموضوع واضح وصريح واجرأ، ادى جرأه للمشجع، لان هو انا في الاخر انا ماسك موبايل او ورا الشاشه فاقدر اقول اللي انا عايزه من غير ما يكون في اي رادع او رقيب او ان انا خايف ان اللي جنبي يقول لي عيب اللي انت بتقوله ده. فبقى الموضوع مباح، فبالتالي زي ما حضرتك بتقول ساهم بشكل او باخر في زياده التعصب. ساهم في زياده التعصب بلا شك. طيب يعني خليني اقول لك، هل ليها تاثير السوشيال ميديا بشكل عام على كرة القدم بشكل عام بره حكاية التعصب والكلام ده كله؟ مؤكد يا كابتن، السوشيال ميديا دلوقتي مش بس بقى الموضوع ما بين الجماهير، لا هو دخل فيه الأندية، والأندية بقت بتستعين بشركات لإدارة حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وده بقى من ضمن الأبواب اللي بتدر أو المفروض تدخل عائد كبير للأندية، بل الأندية بقت بتتباهى بعدد المتابعين ليها على السوشيال ميديا. وتخيل حضرتك صاحب شركه وعايز تعلن عند نادي، فالنادي يقول له انا عندي 20 مليون فولور على السوشيال ميديا بتاعتي، فالاعلان بتاعك مبدئيا هيتشاف على الاقل 5 مليون. بقت وسيله تجاريه، فوسيله تجاريه بتدخل فلوس للانديه. وده اللي خلى خد السوشيال ميديا مش بس انها مجرد منفذ للتعبير عن الاراء او نشر اخبار النادي، بل بالعكس انت دلوقتي بقيت تقدر تستخدمها كاستثمار وتدخل فلوس كويسه جدا للنادي. فبالتالي انعكست على اللعيبه. خلينا اقول لحضرتك مثال، ان كريستيانو رونالدو البوست الواحد على انستجرام لو حضرتك ضربت رقم من الخيال $880,000 في البوست الواحد. يا نهار ابيض على انستجرام. يعني في لعيبه بتقعد حياتها كلها ما جابتش على صفحته بقى. بيتكلم في 40 او توتال 50 مليون في كل السوشيال ميديا او اكتر، ما يعني 50 مليون كتير عنده كتير في. وبالتالي هذا دخل اخر يعني. طيب انت بتغطي النادي الاهلي، انا عارف يا استاذ محمد عراقي، كيف تتعامل اداره النادي الاهلي مع السوشيال ميديا؟ لا خلينا يا كابتن مدحت نقول ان اداره الاهلي، اداره السوشيال ميديا في الاهلي هي اداره ناجحه يعني بكل المقاييس. طبعا في الفتره الاخيره ليهم نجاحات كبيرة، عدد الفولورز على صفحاتهم بيتخطى 10 ملايين دلوقتي على كل منصة. فأعتقد إن هي من المنصات الناجحة جدا، حتى يعني في واقع برضو بحب أدي حاجة أمثلة. بايرن ميونخ لما الجمهور بايرن ميونخ دخل وكانوا بيتكلموا على الأهلي ساعة المباراة، فبيقول لك إيه ده، إزاي النادي ده عنده متابعين أكتر مننا يعني في وقت من الأوقات أو على منصة من المنصات يعني. فده يدل قد إيه إن إحنا لا، الأهلي في قصة السوشيال ميديا ناجح جدا، عنده سوشيال ميديا ناجحة، عنده دلوقتي يعني في ناس كرييتيف جدا شغالين في الإدارة ديت. كان يمكن من فترة ما كانش دورهم إيه؟ هم دورهم بروازة كل حاجة في النادي، وطبعا الدفاع عن النادي يعني مثلا ده غير موقع النادي. طبعا النادي ده غير موقع. لا لا الموقع ده حاجة الأمور. الموقع ده خبري، موقع خبري بس مثلا ممكن تلاقي مثلا ايه حاجات بقى اللي هي الايه مخاطبة الحس اللي عند الجمهور بقى اللي هو ايه الحس الشعبي. اللي هو مثلا لو جون بقى دخل بالقضية، جون قفشة، القضية النهارده ذكرى القضية، تلاقي كده حاجات بقى بوستات كده على الفيسبوك او على تويتر او على انستجرام، النهارده يا جماعة ذكرى القضية، ولو بقى تفاعلات كبيرة من جمهور النادي الاهلي على القصة ديت. لا طبعا النادي الاهلي من الانديه الناجحه جدا على السوشيال ميديا، اعتقد ان هو انجح نادي في مصر وفي الشرق الاوسط. متابعينه قد ايه قلت؟ يعني في كل منصه اكتر من 10 مليون. والزمالك؟ لا الزمالك بعيد جدا يعني، اعتقد 2 3 مليون مش اكتر من كده يعني. الزمالك في اجمالي وصل 7 مليون. لا 7 مليون مش كله. لا انا بتكلم على كله. لا انا الاهلي لا هتلاقي اكتر من كده كمان يعني، هتلاقي ارقام اكتر من كده بكتير. طيب مين اكثر اللاعبين تفاعلا مع السوشيال ميديا من اللاعبين المصريين؟ المصريين طبعا يعني في كتير يعني. الجيل الحالي يا كابتن اغلبه بقى السوشيال ميديا جزء اساسي من حياته، بل اللعيبه بقت بتلعب المباراه وعايزه تعمل لقطه في المباراه عشان عارفه ان السوشيال ميديا الرياكشن بتاعها. لا واللعيبه بتنافس بعضها كمان، اللعيبه بتنافس بعضها مين عنده فولورز اكتر يعني. ده حاجه بيتباهوا بيها. طب مين اكتر لاعب عنده يعني فولورز؟ انا من بالنسبه للزمالك مثلا في ممكن يتفاعل محمد صلاح. من اللي عنده فولورز من اللعيبه المصريه في تريزيجيه، في رمضان صبحي، في النني، في دول اكتر ناس. في طارق حامد، في محمد الشناوي من الاهلي، في لا في لعيبه عندها فولورز كتير. احمد الشيخ برده عنده فولورز، بس في لعيبه بقى اللي هي يعني بتتفاعل باستمرار على السوشيال ميديا. يعني في لعيبه معروفين جدا في الاهلي، صلاح محسن مثلا في الاهلي عنده السوشيال ميديا، ايمن اشرف. في قفشه برضو بيهتم بالسوشيال ميديا. الزمالك لما كان فيه وما زال باسم مرسي بيستعين بالسوشيال ميديا بشكل كبير. في لعيبه كتير هم مهتمين قوي. مهتمين كمان برضو في جزئيه اتبنى اللي بيقول اتكلم فيها، ان في لعيبه دلوقتي ممكن اللعيب مثلا يكون مش فاضي قوي او مثلا بيتفاعل، لا في شركات ماسكاها له
في شركه ماسكه طبعا انا النهارده قفشه مثلا بدي مثال طبعا قفشه شناوي او كده بيبقى متعاقد مع شركه هي اللي بتنزله وبيدفع لها فلوس طبعا شهريه أوكي. فلوس شهريه طبعا اللي هو ازاي يمسك صفحته خشوا في فلان شمال لا دي قصه ثانيه إيه؟ بقى دي قصه احنا بنتكلم دلوقتي في الامر الطبيعي يعني احنا دي جايين فيها في ناس على فكره بتعمل كده طب كهربا هل يعني استخدم السوشيال ميديا بتاعته في الاعتذار لموسيماني هو ما استخدمش السوشيال ميديا بس هو الاهلي هو اللي استخدم كهربا ان هو يعتذر عن طريق السوشيال ميديا لما كهربا عمل مشاكل قبل كده مع محمد الشناوي كانت السوشيال ميديا ساعات الشناوي هو اعتذر كانت السوشيال ميديا كانت منفذ انك انت توصل اعتذارك للجمهور والنادي عن طريق السوشيال ميديا بس هو الاهلي برده موسيماني رفض خالص برده يا كابتن مدحت بانك فتحت الموضوع ده يمكن موسيماني رفض تماما فكره اعتذار كهربا وفكره تدخل حتى اللعيبه الكبار في قصه ازمه كهربا ودي معلومه يعني اكيده وخلاص هو مكمل عقوبته لحد اخر الشهر يعني العقوبه الشهر دي هيكملها للاخر بعد كده هينزل تدريباته وحتى ما بيتدربش دلوقتي مع الفريق خالص ما بيتدربش خالص مع الفريق جيم وتدريبات خفيفه كده وبره بقى هو بيتمرن بره بس هو ما يتمرنش ممنوع من التدريب مع الفريق الجماعي طبعا ممنوع من المشاركه في المباريات هل سمعت من جوه النادي الاهلي انه احتمال يعني يبقى له طبعا انتقال بره طبعا يعني انا بقول لك كابتن مدحت 85% 90% كهربا مش هيكون موجود في الاهلي السنه الجايه بس اقول لك حاجه يا كابتن برضه بسبب السوشيال ميديا اللي احنا بنتكلم عنها السوشيال ميديا عامل بقى حاجه مهمه جدا ان دلوقتي بقى التقييم بقى باللقطه باللعبه بالجون يعني كهربا دلوقتي الدنيا كلها مقلوبه عليه مصر كلها يعني مصر كلها طبعا بتنتقد اللي عمله والناس كلها بتقول كهربا ممكن ينسى تخيل لعب ماتش الزمالك اللي جاي بعد ماتش كهربا لو جه بعد جون مثلا الموضوع ده على فكره ده حصل مع كهربا نفسه يعني كهربا نفسه في وقعة الشناوي يعني كهربا على فكره اللي حصل منه في ازمه الشناوي وازمه سيد حفيظ لعب بعديه على طول لا انا عايز اقول لك يا كابتن ان هو كان لا يساوي اللي حصل ده دلوقتي خالص اللي حصل ساعتها كان حاجه يعني فوق الوصف يعني ومع ذلك العقوبه كانت كبيره بس بمجرد ما رجع وبمجرد ما احرز هدف وبمجرد ما ابتدى يرجع الجمهور ابتدى يشيل كهربا يعني جمهور السوشيال ميديا عاطفي برضه 100% هل في لعيبه يعني ما بيفرقش معاها السوشيال ميديا برضه من خلال ده حقيقي يا كابتن يعني لو شفنا لاعب زي عبد الله السعيد مثلا اعصابه من حديد اعصابه من حديد في الملعب وبره كابتن مدحت عنده حكاوي كتير ولا بيفرق معاه اي حاجه اللاعب من اللي برضه ما تاثروش بالسوشيال ميديا في قضيه كبيره زي رمضان صبحي في انتقاله للبيراميدز هو يمكن اثرت عليه فنيا شويه لكن هو برضو خد القرار وما تأثرش بأي انتقادات أو أي هجوم في لحظة انتقاله لبيراميدز يعني بشكل عام في لعيبة ما بتتأثرش خالص ولا حتى لو تهاجموا بتاع الكلام ده كله مش في دماغهم لعب زي طارق حامد برضو يعني قول انت قلت مثالين عبدالله سعيد ورمضان صبحي هو عندهم اللي قويهم المادة الفلوس اللي أخدوها فقلبهم جامد بس عبد الله قبل الاهل قبل بيراميدز برضو كان من ضمن الشخصيات اللي ما بتتأثرش بأي انتقادات انا راجل محترف رجلي في الملعب هرد على اي كلام بيتقال في الملعب بعكس مثلا يعني لاعب زي حسين الشحات صح لسه اقول لك واخد بطوله افريقيا وكان وخرج متاثر جدا بهجوم الجمهور عليه السوشيال يعني ميديا السوشيال ميديا هو ما كانش فيه جمهور يعني فهو كان كل الانتقادات زي مع ريال الانتقادات كلها عن طريق السوشيال ميديا لان الفرصه اللي ضيعها وشاطها في القائم الجمهور شتمه ده وارد جمهور لو كان في جمهور في الملعب 50,000 و50,000 كان ممكن لا يعني وفي لعيبه بقى كمان في لعيبه السوشيال ميديا انا شايف ان هي غيرت مسيرتها كلها يعني واحد زي مروان محسن ده مروان محسن كان في وقت من الاوقات هو مهاجم مصر الاساسي ومهاجم بيتاخد في المنتخب باي شكل وبيلعب في الاهلي باي شكل السوشيال ميديا اثرت على المستوى فعلا بالسلب يعني فعلا مروان محسن مستواه قل فعلا يعني بسبب الانتقادات الكبيره حسين الشحات زيزو في الزمالك طب خليني اقول لك زيزو برضو انا شايف ان الانتقادات اثرت على مستواه بشكل كبير جدا لاعب زي محمد النني يا كابتن محمد النني كان في فتره من الفترات كان الترند انك انت تنزل كوميك صحيح. عليه وتتريق عليه محمد النني هو قبل ما يروح ارسنال كان في المنتخب دلوقتي محمد النني في ارسنال وحتى لو فاكر حضرتك بطوله افريقيا في فاينل كاميرون هو اللي جاب الجون بالظبط يعني وكان ماشي كويس بس كان الترند واخد اتجاه ان انا لازم اتريق او لازم اقول ان محمد النني مع الاسف يبقى اتجاه طب برضه سريعا يعني بمناسبه حمدي فتحي بمناسبه سوري حسين الشحات وحمدي فتحي وانت بتغطي الاهلي هل فعلا في عروض جات لهم حسين الشحات وحمدي فتحي يعني انا بقى بقول لك كابتن برضه ده على يعني على مسؤوليتي برضه أيوة. ان هم بيفكروا جديا في الرحيل حسين شحات وحمدي فتحي يمكن ما كانش ده في دماغهم خالص كانوا حابين ان هم يكملوا بس كل واحد فيهم عنده كيس دلوقتي تدفعه للرحيل حمدي فتحي شايف ان هو ما بيشاركش بشكل اساسي مع ان هو كان لعيب اساسي في الاهلي ولعيب اساسي في منتخب مصر بس في وجود عمرو السوليه واليو ديانج هو ما بيشاركش بشكل اساسي فهو شايف ان اي عرض هيجي له
عرض خارجي، هو اتكلم مع وكيله ان هو ممكن يجيب عرض خارجي دلوقتي هيجي للاهلي، لو الاهلي وافق عليه يبقى كويس لان هو كده كده مش بيشارك بشكل اساسي. نعم. لو الاهلي موافقش عليه فده هيبقى وسيله ان انا بيجي لي عروض من بره، ممكن ده يظبط له عقده، ده ممكن يخليه يخش شويه في الحسابات ان انا ممكن امشي. ف يعني هو حاسبها يعني زي ما بيقولوا ايه، منفعه مزدوجه يعني. ده بالنسبه لحمدي فتحي. حسين الشحات بقى هو عنده على فكره العين الاماراتي لحد دلوقتي عايز يرجع حسين الشحات، هو ادى تحفه معاه ودي معلومه برضو اكيده ان هو وعنده عرض سعودي كبير جدا الفتره ديت، بيفكر هو جدين، هو طبعا كان حابب يرجع الاهلي، هو بيحب الاهلي جدا كل حاجه، بس هو شايف الانتقادات عليه كبيره الفتره دي، في انتقادات كبيره، شايف ان ممكن يكون بالنسبه له الافضل ان هو يخرج فتره، سواء بقى 6 شهور اعاره، سنه اعاره، او حتى لو بيع نهائي لو الاهلي شايف كده. فهو شايف يعني ده وفقا للمتغيرات ووفقا للسوشيال ميديا اللي هي يعني خلت حسين شحات بيلعب دلوقتي تحت ضغط كبير جدا. يمكن حمدي فتحي ما عندوش الضغط ده، يمكن جمهور الاهلي بيدعمه بشكل كبير رغم ان هو ما بيشاركش بشكل اساسي، بس زي ما قلت لحضرتك يا كابتن حمدي فتحي قصته ان هو متضايق شويه من قصه ان هو ما بيشاركش. ان هو ما بيشارك. هل ممكن استاذ البنا انه لاعب يتضايق من السوشيال ميديا بتاعت ناديه؟ حصلت كتير، حصلت في لعيبه بتزعل لما النادي ما ينزل لهمش تهنئه بعيد ميلادهم، حصلت ومش في مصر بس، بره مصر يعني. بوجبا مثلا كان زعل قبل كده ان مانشستر يونايتد ما نزلوش تويته بعد اعتزال بوجبا. سمعتها دروجبا. خلينا في اللعيبه المصريه. حمدي فتحي في وقعه مهمه لحمدي فتحي برضه يا بنا، اللي هي قصه الاهلي انتج فيلم عن بطوله افريقيا، عن بطوله التاسعه. انتج فيلم وحمدي فتحي ما ظهرش فيه. ليه؟ ليه هقول لحضرتك ليه، بس هو زعل ان هو ما ظهرش فيه. حمدي فتحي اللعيبه كلها كانوا بيتكلموا معاهم، يا جماعه تعالوا سجلوا معانا قبل بقى الموضوع ما يتم انتاجه. يا جماعه تعالوا سجلوا، احنا بنعمل فيلم ده الاهلي، سوشيال ميديا النادي الاهلي. اوكي يا جماعه تعالوا هنسجل حاجه عن بطوله افريقيا. هو ما راحش، اللعيبه راحت وكده. هو راح في مره فحصل ان طب انا مره اعتذر، مره تانية اعتذر، المره الثالثه جه رشاشات المايه اشتغلت في الملعب وهم بيشغلين. طب استنى شويه مش عارف، هو ما رضاش يستنى. كل اللعيبه ما كانتش متخيله ان الموضوع هيطلع حلو وهيطلع كويس قوي. فهو كده، فلما خرج الموضوع هو سجل جزء صغير، قال لك خلاص كفايه ايه ده يكتفوا بيه. بس طبعا هم لقوه فنيا لقوه فنيا لا يصلح، لان كان في صوت ميه او كده فما ظهرش فيه. كان على فكره الموضوع ده عمل مشكله كبيره، وكان متضايق جدا من قصه عدم ظهور. اكتر لاعب استفاد من السوشيال ميديا، لو لاعب متكلم اللعيبه المصريه، محمد صلاح رقم واحد، بس رقم واحد من بيخش له دخل من السوشيال ميديا. وفي لعيبه تانية زي انا شايف يعني زي ما حسين الشحات اتأذى من السوشيال ميديا، هو استفاد كتير جدا من السوشيال ميديا. وخصوصا بعد بعض الحركات اللي كان بيعملها في الملعب قبل ما يجي الاهلي، فاجتذب عاطفه الجمهور الاهلاوي في البدايه، وكهربا كذلك برضو، اللعيبه اللي بتعمل الحركات اللي بتعجب الجمهور. فده زودت لهم شعبيه كبيره جدا في وساعدتهم وبنت لهم ارضيه ان هم يجوا الاهلي مرتاحين ومعاهم في ظهرهم جمهور يساعدهم. طيب هل بقى ادارات الانديه، ده الجزء المهم اللي انا عايز اتكلم فيه، بتتاثر بالسوشيال ميديا؟ واديني امثله. أدي لحضرتك امثله. مما لا شك فيه ان ادارات الانديه الكبيره في مصر وبتتأثر بشكل كبير جدا السوشيال ميديا. خليني اقول لحضرتك مثال، بارتوميو رئيس نادي برشلونه السابق كان في فضيحه كبيره جدا ان هو بيستعين بشركات سوشيال ميديا تعمل حاجه بما يسمى اللجان الالكترونيه عشان تزود شعبيته على السوشيال ميديا، وده يعكس لحضرتك اهميه السوشيال ميديا ايه بره. لو شلنا اسم بارتوميو وحطينا اي اسم اي رئيس نادي موجود في مصر فهو بيعمل كده، خصوصا انديه جماهيريه كبيره بتستعين بده. ومن بعض الامثله والازمات الكبيره اللي حصلت في مصر في السنين اللي فاتت، موضوع الرئاسه الشرفيه للاهلي السابق. دي بدات منين؟ بدات من السوشيال ميديا. بتوجيه من النادي ولا السوشيال ميديا من انديتها؟ الانديه، انا عندي معلومه متاكد منها جدا جدا، ان انديه كبيره في مصر بتستعين بما يسمى باللجان الالكترونيه. ما كنت هتكلم فيها. ده ايه بقى اللجان الالكترونيه دي بقى؟ اللجان الالكترونيه اللي بتبقى قدامك ده اجهل واحد. ودي احسن حاجه يا كابتن، بتخلي دي احسن حاجه. اقسمت لك بالله العلي العظيم انا ما اعرف يعني ايه سوشيال. لا بس اقول لك على حاجه بقى يا كابتن، قلت لك بالله حاجه بس. انت نجم على السوشيال ميديا. والله ما اعرف. والله ما اعرف. ده حقير. اقسم بالله العلي العظيم ما اعرف. عشان كده يعني انا وانا بسالك تلفزيوني وبسالك عشان انا افهم. بص يا كابتن مدحت، لحضرتك وللناس اللي بتتفرج علينا وما عندهمش خلفيه بالسوشيال ميديا، السوشيال ميديا دي هي القهوه البسيطه اللي احنا بنقعد عليها بنتفرج على الماتش، بس كل واحد قاعد ماسك موبايله بيقدر يقول اللي هو عايزه والاخرين بيتفاعلوا معاه اللي هو بيقوله. ايه هي اللجان الالكترونيه؟ اللي انا اخلق اهاوي موازيه كتير جدا
بيقولوا نفس الكلام اللي انا بقوله. مين اللي يخلق بقى؟ هي مؤسسه مسؤولين من داخل الانديه بيتحكم طبعا بيتحكموا في اللجان الالكترونيه سواء بمقابل مادي او بيجيبوا العاطفه بتاعه الجمهور بيجذبوهم من خلال العاطفه بالظبط. ودول كتير اللي يحب الاهلي كتير ملايين واللي طبعًا. يحب الزمالك ملايين طبعا ولكن فانت بتخش للجمهور من الحته دي فبتزقها الاول بما يسمى باللجان الالكترونيه بتبني بما يسمى بالراي العام وتوجه الراي العام في حته معينه فيبدا الجمهور الطبيعي العادي المشجع المحب يمشي معاها فاصبح العدد ملايين فاصبح ترند فبقى راي عام بس هو فكره برده اوضح برده جزئيه مهمه ازاي ده بيحصل يعني انا عارف حاجه بتسال في ده ازاي ده بيتم بالزبط. دي اكونتات فيك يعني اكونت شخص مش موجود يعني انا عندي اكونت مثلا فيك يعني مش موجود شخص مش موجود اكونتات كتير بقى بيتحكم فيها فرد زي يعني راجل مثلا من الناس اللي هم شغالين في السوشيال ميديا دول هم الناس اللي هم الشطار في السوشيال ميديا فانا ممكن اكون متحكم مثلا في 10,000 اكونت ال 10,000 اكونت دول بيروحوا في نفس التوجه زي ما البنا بيقول لدرجه كمان ان هم بيروحوا زي ما بيقولوا بسكريبت واحد يعني المسؤول في النادي ده بيعمل ايه يا جماعه النهارده مثلا خلي بالك يا كابتن ساعات بيبقى الهجوم على لاعب في النادي يعني ممكن عشان يجدد مثلا عشان يعني لعيب مثلا بيهاجموه عشان يجدد بدون ذكر اسم الانديه انا بتكلم بشكل عام في الانديه لعيب مثلا عشان يجدد فيتم عمل سكريبت معين ان اللعيب دوت مثلا تمرد على النادي في اوقات معينه تك 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 فتلاقي ان السكريبت دوت محطوط عند الاكونت ده والاكونت ده لدرجه انه بيبقى زي كوبي بيست يعني مش الكلام مش طايق اللي هي مش عايز يجود يعني لا هو المساعدات كبيره فانت لازم ايه فعشان تاخده زي ما هو كوبي بيست فتلاقي مثلا اكتر من 10,000 اكونت بس ده بيبقى باين قوي ان هو باين طبعا بس بتبقى حاجات مختلفه يا كابتن مدحت يعني انا اقصده ايه انا مثلا عندك مثلا تعليق معين حضرتك كاتب حاجه فتلاقي واحد 10 عامل لك وانا 10 تانيين وفلان 10 تانيين فممكن طبعا هي بتكتشف بس بتكتشف بقى على المدى البعيد يعني بس لا انا بقول لحضرتك ان الموضوع بيبقى لا الموضوع كبير وفي مشجع كابتن وفي مشجع كابتن استكمالا لكلام معرفي في مشجع بيبقى حابب يشوف المعلومه الغلط دي انا بحب اشوف السسبنس احب اشوف ان في ان ده عمل قلق فلما اشوفها هكررها وانا مش لجنه انا مشجع حقيقي بس انا مبسوط يعني. بس انا مبسوط باللي مكتوب فهنشره حتى لو غلط طب هل المسؤولين بيخافوا بالبلدي من السوشيال ميديا مسؤول الانديه ده اللي انا كنت بقوله لحضرتك بيخافوا فعلا في مسؤولين كبار يعني في لو مسؤول نادي وله راي معين في اتجاه ولتكن خلينا نتكلم مثلا على الصفقات هل بيحصل طبعا السوشيال ميديا تترشح اسم طب مش هنبعد سنين كتير هنفتكر مالك ايفونا والخناقه اللي حصلت ما بين الاهلي والزمالك على كانت صفقه في المقام الاول هل هو ايفونا لعيب واحد بس اللي موجود في العالم يعني بس الخناقه قامت انها بقى على السوشيال ميديا ان الاهلي عايزه وبقى يعني انتقل الصفقه وصلت للجمهور فبقى كل نادي وكل بجمهوره على السوشيال ميديا بيجروا ورا اللاعب لان هي بقت صفقه اسمها صفقه جماهيريه في ظل ان ايفونا مثلا احمد الشيخ الزمالك كان وقع معاه ولعيب مضى ولبس تيشيرت وطالع في قناه النادي بالليل تمام بسبب الهجوم على السوشيال ميديا وقع عند ايمن يونس عند كابتن ايمن وكل حاجه وطالع في قناه النادي بالليل تراجع هجوم السوشيال ميديا الزملكاوي ان هو ازاي ده هو كان قبل كده اتكلم عن الزمالك بطريقه مش كويسه او كده الزمالك تراجع عن الصفقه دلوقتي الزمالك تراجع عن الصفقه بس انا رغم يا كابتن بقى خد بقى الكبيره رغم ان باتشيكو كان مصر على تاخد معاه كمان يعني المدير الفني كان مصر على تاخد معاه لكن خوفا من السوشيال ميديا طيب هل يحضرك انديه بقى لا تهتم اطلاقا بالسوشيال ميديا وقيادتها ومسؤوليها طبعا الانديه العسكريه يعني والانديه اللي مش جماهيريه بس في انديه مش جماهيريه زي بيراميدز مهتميه جدا بالسوشيال ميديا وموكله شركات كبيره في مصر انها تدير لها الموضوع ده بس ان نادي مش مهتم خالص بما يقال على السوشيال ميديا لا ما كله دلوقتي كله بيهتم لان هي بقت صناعه بقى زي ما قلت لحضرتك مصدر ممكن يدقق طيب واحنا عايزين برضه نتكلم على حاجه هو اللي ما يهتمش بالسوشيال ميديا يعني احنا مش بننتقد السوشيال ميديا لا لا النادي اللي بنشرح النادي اللي ما يهتمش بالسوشيال ميديا عنده قصور عنده قصور يعني اقصد النهارده لما انا اكون شايف ان ممكن نادي زي الاهلي بيعمل ربح كبير جدا من السوشيال ميديا مثلا دلوقتي او نادي مثلا زي بيراميدز لما بنقول ان هو ناجح في السوشيال ميديا فلما يجي مثلا نادي ثالث او رابع او خامس يقول لا انا مش ههتم بالسوشيال ميديا انت كده بتخسر ايوه بس هل مثلا السوشيال ميديا سين مسؤول النادي عايز ياخد قرار في اتجاه لا دي قصه ثانيه لا انا بتكلم على السوشيال ميديا بتاعتك انت انا بتكلم على السوشيال ميديا طيب هل هناك من يدفع
لركوب الترند. اه طبعا 100% طبعا 100% دلوقتي يا كابتن، دلوقتي يا كابتن في لعيبه في لعيبه يعني مخصصه صفحات معينه تدافع عنها، وفي لعيبه لا وفي لعيبه بقى كمان اكتر من كده، ده في لعيبه مخصصه صفحات تهاجم لعيبه تانية، كل لعيب في مركزه، كل لعيب معاه في المنتخب، يعني لعيب مثلا في المنتخب، وفي طبعا حاجات كتير طبعا دون يعني الخطف في اسماء بس في لعيبه بيهاجموا بعض عن طريق السوشيال ميديا، في انديه بتهاجم طبعا بعض عن طريق السوشيال ميديا، زي ما قلت لحضرتك في انديه بتهاجم لعيبتها، يعني بتهاجم لعيبتها، في انديه بتهاجم اللعيبه اللي هم مشوا من عندها، يعني لعيب مثلا مشي من عنده، او لعيب مثلا عمل مثلا في التجديد، عمل مشكله في التجديد، او لعيب مثلا بيضغط بقصه الاحتراف، جاله عرض احتراف فبيضغطوا عليه، ده حصل مثلا مع مصطفى محمد، يعني حصل شوط كبير جدا بين الزمالك ومصطفى محمد في القصه دي، لعب كبير جدا على السوشيال ميديا. فطبعا لا ده الانديه دلوقتي يعني موضوع السوشيال ميديا ده طبعا بيحركها بشكل كبير، بس انا برضو شايف ان انت موضوع السوشيال ميديا ده انت ما ينفعش ان انت ولا تسمع له 100% ولا تتجاهله 100%، لان هي ممكن ما ينفعش تتجاهله ما دام اصبح واقع. صحيح. لا ممكن يمكن ضوء كمان يا كابتن، يعني ممكن انت حاجه انت النهارده مركز في حاجه مثلا وشغال في شغل معين، ممكن السوشيال ميديا دي ما هو برده دي ناس وليها عقول وكده تنبهك لحاجه، بس ما يبقاش الحكم في لا طبعًا. في عواطف طبعا، لان اخطر حاجه في الدنيا. طيب هل احنا بقى اعلاميين يغازلون السوشيال ميديا على حساب المهنيه؟ مؤكد 100%. غير ما نقول امثله يعني. مش هقول امثله بس بقى في اعلامي واعلاميين كتير بقوا بيشوفوا ايه اللي بيتقال في السوشيال ميديا وبيرددوه في برامجهم، في برامجهم يعني بالنكته بالافيه اللي بيتقال على السوشيال ميديا. انا هقول الكلمه اللي تعجب الجمهور، انا عايز اكتسب ناحيتي اكبر عدد من المشاهده، انا عايز يتقال عليا ان انا حامي الحمى بتاع النادي الفلاني، بعيدا بقى ان كان ده صح وغلط يعني. بعيدا عن كان لو بيتكلم انا بقول عايز يعني أنا ياخد بقول أنا بقول بتاع الجمهور. انا بقول الكلمه اللي هتعجب الجمهور عشان اتشاف وعشان الجمهور يشيرها على السوشيال ميديا برضو، فاعمل نسب مشاهده، او عشان ابني لي ارضيه لو انا هخش في منصب معين، او ان انا شايف ان ده صح؟ لا طبعا يا كابتن، لا طبعا انت بتفقد مهنيتك قدام كلام يعني المفروض ما يحصلش. انا ليا راي في الحته دي، انه اي اعلامي لو قال رايه بحياديه حتى ولو مخالف للسوشيال ميديا هيحترموه. صحيح. انا اتفق مع حضرتك 100%. وعايز اضيف حتى لو زعلوا منه، عايز اضيف على كلام حضرتك ان احنا لازم نفرق ما بين الحياديه وما بين الموضوعيه. اعلامي محايد صعبه، مفيش اعلامي محايد، كل واحد عنده انتماءاته حتى لو لم يعلنها. لكن انت كاعلامي لازم تبقى موضوعي، اقول الكلمه اللي تطلع مني بما يناسب الموقف اللي قدامي. صحيح. طيب هل في قضيه معينه من خلال متابعتك للسوشيال ميديا اثرتها السوشيال ميديا وكانت محقه وتنفذت بالفعل؟ بص يا كابتن مدحت، هو دايما يعني السوشيال ميديا مفيش حدث ولو صغير، يعني احنا النهارده اهو انا برده مش عايزين نرجع بالذاكره كتير، منتخب النهارده قائمه المنتخب. ايوه. هتلاقي السوشيال ميديا يعني متقسمه صفين، صف شايف ان في لعيبه كتير ما كان لازم تروح المنتخب، ولعيبه كتير كان لازم تكون متواجده، وان كابتن حسام ظهر. قضايا ما قضايا، ما هي قضايا يعني مش هتلاقي السوشيال ميديا بيهتم بالقضايا قوي. هتلاقي دايما ما بيهتمش بالقضايا، لا مش هتلاقي قضيه، مش هتلاقي مثلا تطوير الكره المصريه، لا خالص مش هتلاقي تغيير لوائح المسابقات خالص. ممكن بقى ممكن لحظيه يا كابتن، ممكن لحظيه يعني انا لحظية. حتى برده لو قضيه يا كابتن هتلاقيها قضيه مرتبطه برده بحدث، زي مثلا هرجع لك برده بالذاكره قصه حراسه المرمى مثلا، عوده الحارس الاجنبي لو حاجه تفتكر اهتموا بيها ان هو مثلا يوم ايه، لا انت النهارده مثلا فكره ان انت ترجع الحارس الاجنبي دي مثلا ليه، ما انت كنت ماشي كويس في حراس كتير طالعين. السوشيال ميديا رفضت ده، السوشيال ميديا كانت رافضه ده مثلا. طبعا هي اثرت، يعني ممكن تكون اثرت بجزء، طبعا هو كان قرار اساسا يعني مش مدروس، فبالتالي تم التراجع عنه او تم الغائه. قصه برضو اللعيبه مثلا، اللعيبه الاجانب نفس الموضوع برضو، زياده عدد اللعيبه والغاء اتكلمت فيها طبعا السوشيال ميديا. انا اعتبر دي قضايا، يعني مش قضايا خاصه، يعني مش قضايا تخص اكس من الناس، بس برضو يا كابتن في قضيه رياضيه مهمه جدا برضو ناقشتها السوشيال ميديا في الفتره القريبه اللي فاتت، اللي هي قضيه فتيات كره اليد. أيوة. للانديه. اللاعبات كره اليد كانوا بيشتكوا الاتحاد المصري لكره اليد ان هم ما عندهمش عقود مع الانديه. عملوا ايه البنات بتوع انديه الاهلي والزمالك والشمس؟ كلهم نزلوا فيديوهات ان هم عايزين حقوقهم من الاتحاد، ان هو يجبر الانديه يعملوا لهم عقود. قعدوا في الموضوع ده فتره، ولحد مؤخرا عملوا قرروا ان كل الانديه
تعمل عقود للبنات، فدي من ايجابيات السوشيال ميديا. برافو. يعني الاتحاد لبى طلب السوشيال ميديا بعد ما البنات عملوا. مظبوط. وبرده شيء محترم جدا. وسيف عيسى النهارده لاعب التايكوندو اللي نزل بوست عنده على الفيسبوك ان هو انا بطل مصر في لعبه التايكوندو واتمنى وادور على راعي، عشان هو المفروض هيمثل مصر في الاولمبياد. وزاره الشباب والرياضه استجابت فورا بسبب ضغط السوشيال ميديا، هو كتب البوست وسابه. الناس هي اللي تفاعلت. ازاي فاستجابت الوزاره. طب شيء جميل. انا فاضل لي مع الاسف دقيقه بس، احنا اكيد لينا جلسه تانية، انا عندي مواضيع اخرى يعني ان شاء الله. هل تقدر استاذ محمد علاء المحترم ان انت ما تمسكش الموبايل وتفتح السوشيال ميديا ولا يحصل لك حاجه؟ لا بحكم شغلي ما ينفعش. سيبك من شغلك. لا انا اقدر عادي. تقدر؟ اقدر جدا. يعني تستطيع ان انت يبقى الموبايل في ايدك وما تفتحش تتفرج على انا واحد من الناس اقدر، بس انا بحكم شغلي بالعكس انا بقيت متداخل جدا بشكل بشع يعني. لكن تقدر. بس اقدر، انا شايف ان وجهه نظري انا بس انت ما جربتش. ما جربتش طبعا، بس انا شايف لو انا مثلا الموضوع مش مرتبط بشغله، مش مرتبط ان انا بتابع. أيوة. زي مثلا بنا ما كان بيتكلم في قصه سيف مثلا، فانت دايما مرتبط ان انت تكون متابع الاحداث دي عشان الموضوع تاني. لا ما هو بقى ده واقع عندي. واقع. بس انا لو انا النهارده في ايدي ان انا مثلا ما بقاش منشغل قوي بالسوشيال ميديا وما بقاش اسيء يعني اللي هو مستسلم للموبايل ومستسلم للسوشيال ميديا، لا يعني اتمنى اقدر اعمل نفس السؤال. انا قربت انام على الكنبه في البيت بسبب السوشيال ميديا. دي المشكله. انا في رايي انه زي ما بسمع من اصدقائي انه اصبح ادمان، انت تمسك الموبايل وتفتح تشوف الناس بتقول ايه، هذا اصبح ادمان وفقا لمعلوماتي عن الناس اللي حواليا. يعني السوشيال ميديا بصراحه بقت جزء اساسي من يوم اي الحياة. خصوصا اي صحفي رياضي يعني. ونحمد الله ان انا بعاد عن هذا الادمان. استاذ محمد علاء شرفت ونورت حبيبي يا كابتن مدحت، والله بجد فعلا من احلى الحلقات اللي طلعت فيها، مبسوط جدا بوجودي مع حضرتك ومع زميلي طبعا استاذ نورت. استاذ محمد بنا شرفت. الوقت عدى معاك بسرعه يا كابتن. ومبسوط جدا ان انا مع حضرتك. الموضوع شيق. مبسوط جدا ان انا مع حضرتك ومبسوط بمحمد، وان شاء الله نلتقي قريبا ان شاء الله باذن الله مع بقى المعلقين الكبار، وحوار مهم جدا والمسابقه المهمه جدا، لان هناخد منها معلق وربما اكثر يعلق في اون تايم سبورتس، ولكن بعد الفاصل.